أهلا بكم إلى نشرة الأخبار وتتابعون فيها. شحنة من المساعدات الإنسانية لفائدة المتضررين جراء الفيضانات الأخيرة بالمنطقة الحدودية، أكدوتا تابعة لجمهورية مالي بأمر من الوزير الأول نور الدين بدوي. خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية غردايا، وزير الداخلية يحث على ضرورة أنسنة جهاز الشرطة من خلال احترام المواطن وإشراكه في اختيار المشاريع تجسيدا للديمقراطية التشاركية. تواصل التحضيرات الخاصة باستقبال الحجاج الجزائريين بمشعر منن، والبعثة الجزائرية تقف على سير أشغال أعداد المخيمات 14 حسب المواصفات المتفق عليها. إذن بأمر من الوزير الأول وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أوفدت السلطات المحلية لولاية أضرار شحنة من المساعدات الإنسانية لفائدة المتضررين جراء الفيضانات الأخيرة بالمنطقة الحدودية أكدوتن التابعة لجمهورية مالي وللمقاطعة الإدارية برج باجي مختار، وستتبع هذه العملية بشحنات إضافية بحر الأسبوع القادم. فاطمة الزهراء بن فرج الله. هي هبة تضامنية من المقاطعة الإدارية لبوج باجي مختار بولاية أضرار لفائدة 180 عائلة من البدو الرحل المتواجدة في قرية إكذاوة بمحاذاة الشريط الحدودي الجزائري المالي، والتي تعرضت لخسائر مادية هامة جراء الفيضانات. المتضررين هم جزائريون يقطنون بهذه القرية. على هذا الأساس قررت السلطات العليا للدولة وعلى رأسها دولة السيد الوزير الأول وتحت إشراف وبتعليمات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تخصيص مساعدات إنسانية وتضامنية لهؤلاء المواطنين. مبادرة تغطو سد فلا أجلنا ورغدو سنة يكضاوة في ضنات رقندو سن قندو سترزين بونا نشكر الدين تغرد ويسيها منين دغ مبادرة هذا حسن تلالة هون دغ هذا قلنا مكنسة. نجدد شكرنا للوزير الأول ولوزير الداخلية على المبادرة وعلى ولنواب المجلس الشعبي الوطني ولمجلس الأمة الذين تحركوا لنجدة أخوتهم، وكما نجدد شكرنا إلى المؤسسة العسكرية وإلى أعيان البلاد وإلى الجمعيات الخيرية. نشكرهم كل الشكر على هذا الإنجاز وعلى هذه المساعدات. أجدد الشكر للوزير الأول ووزير الداخلية وجميع السلطات عسكريا أو مدنيا. تضافر الجهود بين السلطات الولائية والمحلية ببرج باجي مختار إلى جانب السكان والأعيان سهل من عملية جمع هذه الإعانات. عندنا قافلتين اللي راهي جاية من ولاية أضرار إن شاء الله رايحة تدعمنا بنفس المواد الغذائية، الأفرشة، الخيم، المواد الغذائية، كل ما يستلزم لعملية تمويل المناطق هذه اللي عرفتها المنطقة هذه. هي الدفعة الأولى من الإعانات الإنسانية المقدمة للبدو الرحل القاطنين بقرية إكذاوة بالقرب من الشريط الحدودي الجزائري المالي، فيما ستتوالى العملية في الأيام القادمة من خلال إعانات أخرى. شرع اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية غردايا رفقة المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارب هدبة، حيث وضع مقرات أمن الدائرة في كل من بلديات منصورة وبونورة وزلفانة حيز الخدمة. وزير الداخلية حث على ضرورة أنسنة جهاز الشرطة من خلال احترام المواطن في إطار القانون، مؤكدا على ضرورة إشراكه في اختيار المشاريع تجسيدا للديمقراطية التشاركية. وزير الداخلية اعتبر أيضا أن استعمال الطاقات المتجددة ضروري على مستوى كافة المؤسسات العمومية خاصة المساجد والمؤسسات التربوية، كما عاين مشروع مستشفى الأمراض العقلية ببلدية بنورة، حيث ألح على الشهر أو أقول على السهر على تنفيذ تعليمات الحكومة بتجسيد كل المشاريع التي رفع عنها التجميد في قطاع الصحة.
وبخصوص استبيان استشارتك لرصد انطباعات المواطن حول موسمي الاصطياف والحج، أكد الوزير تعميم الاستبيان عبر كامل مراكز الشرطة على المستوى الوطني. من أجل بيئة نظيفة ومحيط لائق، نظمت ولاية الجزائر حملة تنظيف واسعة شملت هذه المرة مختلف الطرق السريعة. ليلى محمد محتوت. ترسيخ ثقافة بيئية لدى المواطن من خلال تنظيف المحيط وجمع القمامات هو ما يسعى أعوان النظافة تبليغه من خلال هذه الحملات. نقوم بحملات يعني خاصة يوم السبت خصوصا، اللي نحاول ندارك فيها بعض الأمور وبعض النفايات نرفعها اللي ناتجة عموما على سوء التصرف تاع بعض المواطنين، يعني خاصة على الطرقات الكبرى. جندنا أكثر من 300 عامل بالإضافة إلى 25 شاحنة بمختلف الأحجام. استمرار رمي النفايات وبطرق عشوائية يقابله إصرار لتنظيف المحيط وإعادة إعطائه صورة لائقة رغم المشقة والمخاطر. احنا رانا نخدموا هنا في طريق سريع، والطريق السريع هذا فيه مخاطر الأخت، والمواطن هذا يا لازم يحترمنا احنا شخصيا، عمال النظافة يحترمنا، كويسك رانا نتعبوا بزاف في هذه الأخت، رانا نخدموا 24 ساعة على 24 ساعة وما لحقناش. احنا العمل هذا راه يومي كما راكم تشوفوا هكذا، نتلاقوا صعوبات بالنسبة لمستعملي السيارات هذون، يرميوا يستعملوا الرمي العشوائي، يعملوا على الرمي العشوائي للفضلات قراع ليجوب ليساشي. الخدام هنا كي يروح منا راه في ريسك. احنا نطلبوا من المواطن خاصة مستعملي طريق السيارة هذا ما يعملوش على الرمي العشوائي للفضلات. نشر الوعي البيئي ضرورة حتمية وجب أن تعمم عبر كل أنحاء الوطن. في ولاية تيزي وزو تتواصل عملية جني الفلين التي انطلقت شهر جوان الماضي بمختلف غابات الولاية، حيث من المتوقع أن يتجاوز إنتاج هذه السنة عتبة 13,000 هكتار. العينة من غابة بني غبري بدائرة إيكوران في هذا الروبورتاج لراديا تشاتشي. الصبر والإتقان عملتان أساسيتان لفصل لحاء الفلين عن الشجرة الأم، وهو ما يعكف عليه هؤلاء العمال المؤهلون يوميا منذ انطلاق موسم الجني جوان الفارط. ومن المتوقع أن تتصدر ولاية تيزي وزو هذه السنة قائمة الإنتاج بعد أن تم جني أزيد من 17,000 قنطار من الفلين العام الفارط. توقعات لهذه السنة تقدر ب 22,000 قنطار، وهي تعتبر توقعات أدنى من السنة الماضية التي كانت ب 30,000 قنطار. وتعتبر ولاية تيزي وزو تحتل المرتبة الثانية بعد ولاية جيجل بقدرات تفوق 13,000 قنطار من الفلين رايحين نجنيه. أكثر من 100 عامل مباشر موزعين عبر 36 تجزئة غابية بالولاية بصدد القيام بعملية الجني إلى جانب تكوين آخرين، حيث يتم نقل وحفظ هذه المادة الخام بحظائر خاصة مزودة بكافة الوسائل اللازمة لحماية هذه الثروة الاقتصادية. إلى حد الآن هناك 12 ورشة في مختلف الغابات والتجزئات، وتم استغلال والإيداع في هذه الحاضرة ما يقارب 2000 قنطار، والعملية إن شاء الله راهي مستمرة. أنا ساد جندا جديدا وسند والسينارة كمان بالله سويت دو تروا جور انفورمي تنشك شارا بيان حاجة العادي سمة لها نغثانو متاقيد رخوذ مانيا خاص يمكن تخلصنا يا عدنا حنخدم 23,000 هكتار من أشجار الفلين تحوزها ولاية تيزي وزو لوحدها، ثروة يكثر عليها الطلب عالميا كمادة أساسية تدخل في مختلف مجالات التصنيع، ما من شأنه الرفع من مداخل بلادنا بالعملة الصعبة. تحسبا لعيد الأضحى المبارك، تم بولاية معسكر تحديد 17 نقطة لبيع الأضاحي، حيث تم تكليف بياطرة لمراقبة هذه النقاط والتأكد من صحة الأضاحي. كامل يحمم التفاصيل. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، فبولاية معسكر تم تحديد نقاط بيع المواشي، وهذا لتسهيل عملية اقتناء الأضاحي للمواطنين. ولمعرفة السوق حاولنا التقرب من بعض الموالين ببلدية غريس. السوق راه لاباس، راه في المتناول للجميع. على كل واحد وكيفاش، كان من 3 حتى 6. عاد بالنسبة للمال، المال تاع السنة خير من تاع السنين اللي فاتت.
المال تاع السنه كاع مفاكسي كاع مداوي كاع كاع خير ربي كاع 35 38 4 ملايين 42 45 58 المليح فور حتى 6 ملايين حولي خشين اثنين هاودي فيه تعب كبير والعفره غاليه على بالك العفره حق 300 فيه تعب شتي الغبره اللي كنا ناكلوا فيها دروك. كما تم وضع برنامج وقائي لمراقبه نقاط بيع الاضاحي من طرف المصالح البيطريه للولايه وهذا للتاكد من صحتها. ستقوم بتشييع البيطريه للولايه المتكونه من 31 بيطري و 109 بيطري خاص بحملة أولا تحسيسية حول مرض العيد بدون كيس مائي، كما ستقوم بحملة تحسيسية أيضا على كيفية سلامة اللحوم حول لحوم الأضاحي. حسب ما تشاورنا مع أعضاء المجلس المهني المشترك لشعبة اللحوم وجمعية مربي الأغنام، إن شاء الله بربي راهي كاين أغنام متوفرة على المستوى الولاية، ورانا كذلك بلاش كنمولوا الولايات المجاورة لذلك. وفي سياق آخر، المذابحية الأخرى تستعد لاستقبال المواطنين وأضاحيهم يوم العيد، خاصة تلك التي تتوفر على شروط النظافة والمراقبة البيطرية. خلال موسم الحصاد الجاري تم إنتاج أزيد من مليون قنطار من الحبوب، حيث تدعمت عملية الحصاد منذ انطلاقها بولاية شلف ب15 ماكينة قلف تحية بالعالية. هي مستثمرة فلاحية تتربع على مساحة 50 هكتارا استفاد منها أصحابها من عقد امتياز، وخلال موسم الحصاد يعملون على قدم وساق، إلا أنهم يعانون من عراقيل إدارية. ما عطاونيش لي جديد أنايا، هاني حابر رامون هاني حابر زوج بيار نديكم نشوفيهم راهم بك وغطهم وكلش، ما كاش اللي داها فيا كاع كي نهضر تريسيتي، واحد يقول لي هاك واحد يقول لي هاك واحد يقول لي أنا ما فهمت والو. الأرض هذه إنتاج تاعها إنتاج وفير جدا، سيرتو إلا كان سقيتها وكانت النور المطر وكاع كينيا. شحال كنت تلحقوا زعما؟ تلحقي حتى 60 قنطار في الكتار. هذه المستثمرة الفلاحية التي تتربع على 300 هكتار هي من بين 16 مستثمرة فردية بواد سلي، تخصص بها كل سنة ما يقارب 8000 هكتار للحصاد. سنة خصصنا 300 هكتار تاع لا سومونس سنة، ما فيها القمح اللين والقمح الصلب وشعير، فيها 50 هكتار تاع القمح اللين و20 هكتار تاع شعير، والباقية تاع 300 هي مخصصة للقمح الصلب. أما استقبال المحصول فيتم بتعاونية الحبوب والبقول الجافة لتتم عملية التصفية. الفلاح يجيب لنا المحصول تاعو بروت، حنا نقوموا بعملية تصفية من الشوائب، من الحب المكسر، من يعني مختلف الشوائب. الفلاح كيجي عندنا يكون عنده اون سيرتيفيكا مؤقتة يدخل بها المحصول تاعو، بعد عملية التصفية نبعثوا ليشونتيون يعني كمية قليلة تروح للمعهد الوطني لإنتاج البذور والشتائل المتواجدة على المستوى الحراش، يقوم بعملية المراقبة النهائية يعني عملية لا جيرميناسيون، يعني هذه البذور لا تصلح النسبة تاعها في الجيرميناسيون الإنتاج، وعملية إذا كانت صافية. وما تبقى من المحصول بعد التصفية ما يسمى بالشوائب يتم توزيعها على الفلاحين لإعادتها إلى الأرض تحضيرا لموسم الحصاد المقبل. إلى رحاب البقاع المقدسة، حيث تتواصل التحضيرات الخاصة باستقبال الحجاج الجزائريين بمشعر منن. اتقف البعثة الجزائرية على سير أشغال إعداد المخيمات 14 حسب المواصفات المتفق عليها. مبعوثة التلفزيون خديجة طاهر عباس. الوقوف على سير أشغال نصب مخيمات الحجاج الجزائريين بعرفة، آخر الترتيبات مع الحرص على ضمان الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وتكييف ووسائل السلامة والأمان. مخيم الجزائر الذي يضم 14 مكتب، 7 للديوان الوطني للحج والعمرة، و7 للمختلف وكالات السياحة والأسفار، بالإضافة إلى مكتب خاص بالحج المميز. أولا نحدد مواقع المخيمات عرفة بالنسبة للحجاج، نعين كذلك نعين كل المداخل والمخارج، ما هي الأماكن مواقف الحافلات، أين سينزل الحجاج، من أين سيركب، حتى نسهل عملية إما النفرة أو الوصول إلى منى، حيث اكتمل وضع 14 مخيما والجهود جارية لتجهيزها لاستقبال الحجاج بالمواصفات المتفق عليها.
البعثة الجزائرية حريصة على أن تكون مخيمات الجزائريين وفق ما تم التعاقد عليه، خاصة فيما يخص يعني الخيم ذات المعايير الدولية الألمانية الصنع. بعد المعاينة تم تقدم في تحضير هذه المخيمات لحجاج الميامين، وسيتم آخر استلام يوم 5 ذي الحجة. أكثر من 36 ألف حاج جزائري سيجتمعون بمشعري منى وعرفة لأداء الركن الخامس في الإسلام. أيام قليلة تفصلنا عن مشاعر الحج، والتحضيرات جارية على قدم وساق لاستقبال حجاجنا الميامين بأحسن الظروف. خديجة طهر عباس، مبعوثة التلفزيون من مخيمة منى مكة المكرمة. أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم أمس إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بثمن راست بناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى شريف على علي أقول المكنى أبو محمد الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016. كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلتين يدويتين. تؤكد هذه النتائج مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل التراب الوطني. من جهة أخرى، وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجانت مطرقتي ضغط ومولدا كهربائيا، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة تجري مخدرات وضبطوا 4 كيلوغرامات من القنب الهندي و980 غراما من مادة البارود. دوليا، وفي المشهد السوري، أفضت أشغال الجولة 13 لمحادثات أستانا حول تسوية الأزمة في البلاد أفضت إلى صياغة بيان ختامي أعلنت فيه الدول الضامنة وهي روسيا، تركيا وإيران عن عقد اجتماع دولي شهر أكتوبر القادم بأستانا، معربة عن قلقها البالغ إزاء الوجود المتزايد للتنظيمات الإرهابية في إدلب، ومؤكدة عزمها على مواصلة التعاون من أجل دحرها. يذكر أن الحكومة السورية بمساعدة موسكو وافقت على هدنة خاصة في إدلب مشروطة بتنفيذ اتفاقيات سوتشي. أعلن رئيس لجنة الوساطة الإفريقية في السودان أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير توصل إلى اتفاق حول غالبية بنود وثيقة الإعلان الدستورية على غرار القضايا العالقة حول اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين خلال فترة انتقالية محددة. في الرياضة العسكرية، تنطلق اليوم فعالية الدورة الخامسة للألعاب العسكرية الدولية التي تحتضنها فيدرالية روسيا بالإضافة إلى 9 دول أخرى وتدوم إلى غاية 17 أوث الجاري. هذه التظاهرة الرياضية الدولية ستعرف مشاركة 39 دولة من بينها الجزائر التي ستشارك للمرة الثانية على التوالي. يذكر أن منتخبنا العسكري قد وصل إلى العاصمة موسكو يوم 29 جوليا الماضي ليتنقل بعدها إلى مدينة بيسكوف، أين استقبل في اليوم الموالي من طرف رئيس اللجنة المنظمة للدورة، حيث شرع مباشرة في التحضيرات استعدادا لخوض غمار المنافسات الحاسمة. كما تجدر الإشارة أيضا أن منتخبنا الوطني العسكري قد شارك للمرة الأولى خلال الدورة الماضية التي جرت فعاليتها من 28 جويلية إلى 11 أوت 2018، وقد تحصل على الجائزة الخاصة بالروح القتالية وروح الجماعة اعترافا بمسيرته المتميزة خلال تلك الدورة، إضافة إلى ما حصده من نتائج إيجابية ومشرفة عكست التطور الملحوظ لمستوى رياضينا العسكريين على الساحة الرياضية العسكرية العالمية، وذلك بفضل الدعم المستمر للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. وإلى ولاية عامة، حيث نختم بصناعة السروج التي تعد من أبرز ركائز الصناعة التقليدية، أقول بولاية البيض عفوا، نظرا لاهتمام سكانها بالخيل، خصوصا وأن المنطقة تعرف بألعاب الفانتازيا وسباق الخيول. روبورتاج أحمد بن صباح، تعليق محمد بخد.
تحتل الخيل مكانة مركزية في المجتمعات العربية عموما والبدوية على وجه الخصوص، فهي غالبا ما يقتصر دورها على الزينة والتباهي، كما أن البدوي قد يبيت على الطوى ويوفر الطعام لفرسه ويضع أحسن السروج لالتقائها. الوالد نتاعي والجد نتاعي كانوا فرسان يمارسوا الهواية نتاع الفانتازيا وعندهم علاقة بالسرج والصناعة التقليدية، ولكن ما كانوش حرفيين، كانوا عندهم يعني ميولة لهذا المجال. أما أنا شخصيا تكونت ووليت حرفي في صناعة السرج، وكاين طابع خاص يعني في السرج البيضي يختلف عن مثل منطقة ولاية تيارت أو سيدي بلعباس وسعيدة. ساعة زاهم أحبابي في زقرايا يا وساعة حالقي للمولى نشكيه. ولاية البيض تنفرد بعلامة النجمة والهلال التي تزين السروج، وهذا منذ عهد المقاومة الشعبية التي قادها الشيخ بوعمامة في منطقة الغرب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي. هو السرج أول حاجة يبدأ بالعظم، العظم اللي هو الهيكل اللي يرفد قاع الشكل يعطي له فورم تاع السرج، وهو العظم الخشب الزيتون أو القندول أو العرعار، يعني الخشب الدير، يعني يكون خشب متين. نتفكر كي كنت رئيس مشلية وفارس معلوم تعرفني العراش، برانيس جريدي وشدة زاوية وسرج المجبود مثله ما يسعاش، شوف الحسادين ما داروا بيا وهرسوني هرس منه ما نبراش. وما يعكس مكانة السرج في منظومة الفانتازية هو القيمة المالية التي تتراوح بين 25 إلى 300 مليون سنتيم، لذا وجب تشجيع الشباب على ولوج هذا الاختصاص من الصناعات التقليدية بغية المحافظة على هذا التراث. والآن إلى التذكير بأهم ما جاء في هذا الموعد الإخباري. شحنة من المساعدات الإنسانية لفائدة المتضررين جراء الفيضانات الأخيرة بالمنطقة الحدودية أكدوت التابعة لجمهورية مالي بأمر من الوزير الأول نور الدين بدوي. خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية غردايا، وزير الداخلية يحث على ضرورة أنسنة جهاز الشرطة من خلال احترام المواطن وإشراكه في اختيار المشاريع تجسيدا للديمقراطية التشاركية. تواصل التحضيرات الخاصة باستقبال الحجاج الجزائريين بمشعر منن، والبعثة الجزائرية تقف على سير أشغال إعداد المخيمات 14 حسب المواصفات المتفق عليها. هذه الأخبار وأخرى تجدونها على مواقعنا على شبكة الإنترنت. ختام نشرة الأخبار، السلام عليكم.